رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الرابعة من محاضرات ترخيم المنشآت Structures Deflection. المحتوى بتاع الكورس بتاعنا بتاع المنهج بتاعنا كان عبارة عن مقدمة وطريقة التكامل المزدوج Double Integration Method وطريقة الحمل المرن Elastic Load Method وطريقة الكاميرا المرافقة Conjugate Beam Method وطريقة الشغل الوهمي على محاضرتين وموضوعات متقدمة Advanced Topics إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على المحاضرة الأولى في طريقة الشغل الوهمي Virtual Work Method. نراجع مراجعة اللي خدناها قبل كده، قلنا لو عندنا في كاميرا أثرنا عليها بحمل هيبدأ يحصل لها Deformation، يحصل لها ترخيم. بنقدر عند أي نقطة نحسب قيمة الترخيم بكام اللي هو Deflection، وعند اي نقطه نقدر نحسب زاويه ميل المماس اللي هي الزاويه ثيتا. خدنا عده طرق، خدنا دبل انتجريشن ميثود وخدنا طريقه الحمل المرن، وشفنا ان لو الكاميرا بتاعتي عليها حمل ورسمنا البن المومنت نتيجه الحمل ده، لو خدنا البن المومنت ده وحملناه على الكاميرا واعتبرناه كانه حمل مرن بسهوله جدا، لو حبينا نحسب الثيتا عند اي نقطه للكاميرا الاصليه هيجي على الكاميرا اللي هي المحمله بالحمل المرن ونحسب الشير. لو عايزين نحسب الترخيم الديفليكشن عند اي نقطه بنحسب النقطه المقابله ليها العزم. ده طبعا الريال لود وده الالاستيك لود. بس هنا الكلام ده ما ينفعش غير في السمبل بيم. اما لو كان في عندي كانتليفر او فيكسد سبورت او انترميديت ينج ما ينفعش الكلام ده، فكان الكلام على الكونجكت بيم مثل ان انا ببدا احول الكاميرا بتاعتي من الفيكسد سبورت بتحول بفري عشان احقق الشروط بتاعتنا، والفري بفيكسد سبورت، والانترميديت هنج بتبقى انترميديت سبورت، والانترميديت سبورت بتبقى انترميديت هنج، اما الاند سبورت سواء كان اند هنج او اند رولر بيدنوا زي ما هو. يبقى احنا كده عندنا، لو عندنا شفنا مع بعض سيمبل بيم، السيمبل بيم بيدنوا زي ما هو سيمبل بيم، الكونج بتاعه زي ما هو، لكن لو بصينا على الكانتيليفر هنلاقي ان النقطه الحره اتحولت الى ركيزه ثابته والركيزه الثابته اتحولت الى ركيزه الى نقطه حره. نفس الكلام لو عندنا كاميرا زي اللي فوق دي، في عندنا هنا نقطه حره تحولت الى فيكسد سبورت، وفي عندنا انترميديت سبورت ركيزه وسطى فبتتحول الى مفصله داخليه انترميديت هنج. نفس الكلام هنا برضو. يبقى دي امثله على الكونجكت بيم. طبعا بنرسم المومنت للكاميرا الاصليه الريال وبناخد المومنت ده ونحمله على الكونجكت بيم ونطبق نفس القواعد السابقه. لو عايز الديفليكشن الترخيم عند اي نقطه في الكاميرا الاصليه بحسب المومنت عند الكاميرا الكونجكت للنقطه المناظره ليها، لو عايز احسب الثيتا عند اي نقطه في الكاميرا الاصليه بحسب الشير للكاميرا الكونجكت للنقطه المناظره ليها. وشفنا مع بعض ان لما كان بيكون في انترميديت هنج هنا بيبقى في فرق سلوب اللي هو الريلاتيف سلوب، فرق الزاويه النسبيه ما بين العنصر اللي يمينها وشمالها، وده كان بيساوي الرياكشن في الالاستيك شير في الكونجكت بيم. دي امثله للكاميرات والكاميرا المرافقه ليها، وشفنا الكلام ده بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفيرشوال ورك ميثود، طريقه الشغل الوهمي. ما هي طريقه الشغل الوهمي؟ لو عندنا يعني ايه شغل الاول اللي هو الورك، لو عندنا في عنصر سواء مثلا بوكس او حجر واثرنا عليه بفورس بي، فاللي بيحصل ان الجسم ده بيتحرك مسافه مقدارها دلتا. الشغل نتيجه القوه دي اللي هو الدبليو بيساوي بي في دلتا، القوه في المسافه. اما لو كان في عندنا رد قضيب زي اللي قدامنا ده مثبت من هنا واثرنا عليه بمومنت ام خلاه يلف زاويه مقدارها ثيتا، فالشغل نتيجه المومنت ده بيساوي ام في ثيتا. لو جينا بصينا مع بعض على كانتيليفر زي اللي قدامنا اثرنا عليه بقوه مقدارها بي حصل له ديفليكشن، فالحمل ده هيولد عندنا مومنت، ادي المومنت نتيجه الحمل. لو ضربنا المومنت في المومنت الانترنال، ما ده بين المومنت دياجرام، ويبقى المومنت هنا مومنت انترنال. لو ضربنا المومنت في الثيتا المقابله ليه او في الدلتا ثيتا
فده يولد لي يعني يجيب لي الشغل بتاع المومنت ده. يبقى نقول ان دي دبليو انترنال الشغل الداخلي، التغير في الشغل الداخلي بيساوي ام في دي ثيتا. بس الكلام ده ام عند نقطه معينه. طب لو عايز اجيب الشغل كله الداخلي بتاعه الكاميرا، فبيحصل ان انا هجمع حاصل ضرب المومنت في الدي ثيتا او كامل، يبقى الدبليو انترنال هيساوي تكامل ام دي ثيتا. يبقى دبليو اكسترنال هتساوي دبليو انترنال. وده منطقي جدا ان الشغل اللي هتبقى الخارجي اللي هتبذله القوه دي هيساوي نفس الشغل بتاع المومنت اللي هيتولد نتيجه هذه القوه. يعني بمعنى صح هنلاقي ان بي في دلتا سي هيساوي تكامل ام دي ثيتا. طبعا المشكله المعادله دي فيها مجهولين، الدلتا سي مجهوله معرفهاش، والدي ثيتا اللي هو التغير في الثيتا انا برضو معرفوش، فمش هقدر احلها. ده في مشكلة تانية، ان انا مش لازم اكون عايز اعرف الديفليكشن تحت الحمل، ممكن اكون عايز اعرف الديفليكشن في مكان اخر. فهنعمل ايه؟ نشوف مع بعض اللي هيحصل. ان انا بقول لسه قايلين ان لو الحمل بي 1 وقف عند النقطة سي، فهيجيب لي شغل خارجي مقداره بي 1 في دلتا سي 1. لو خدت نفس الكورة وقفت حمل تاني اسمه بي 2 عند النقطة بي، فهيجي لي برضه ديفليكشن، فهنلاقي ان في دبليو اكسترنال في الحاله دي، دبليو اكسترنال 2 في الحاله الثانيه هيساوي بي 2 في دلتا بي 2. في بسهوله جدا لو بصينا على الحالتين مع بعض، لو انا جبت طبعا دبليو اكسترنال 1 ودبليو اكسترنال 2 ما لهمش اي علاقه ببعض، ان دي كاميرا باحمال مختلفه ودي نفس الكاميرا بس باحمال اخرى. لو جينا بصينا مع بعض، لو انا جبت شغل القوه بي 2 على الديفليكشن المناظر ليها للكاميرا الاولى، هنلاقيه هو نفسه الشغل بتاع الحمل بي 1 على الديفليكشن المقابل له للكاميرا الثانيه. يعني لو سمينا حاجه اسمها دبليو اكسترنال 2 1 هتساوي بي 2 في دلتا بي 1، يعني القوه في المسافه، بس المسافه اللي هي مش اللي تحتيه، المسافه المناظره ليها في الديفورمت شيب الثاني. نفس القصه دبليو اكسترنال 1 2 يبقى ده شغل القوه بي 1 على الديفورمت شيب الثاني يساوي بي 1 في دلتا سي 2، ودول هيساوي بعض. طب يساوي بعض ليه؟ لو جينا بصينا مثلا، لو افترضنا ان بي 2 دي حمل كبير فيجيب لي ديفورمت شيب كبير زي ما واضح قدامنا، فلما اجي اجيب بي 1 اللي هي الصغيره اضربها في الدلتا المناظره الكبيره هتساوي بي 2 اللي هي القوه الكبيره في الدلتا المناظره ليها الصغيره. يبقى الدبليو اكسترنال 2 1 هيساوي دبليو اكسترنال 1 2، او بمعنى صح ان بي 2 في دلتا بي 1 هتساوي بي 1 في دلتا سي 2. شفنا ان دبليو اكسترنال 2 1 بتساوي دبليو اكسترنال 1 2. طب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه، هعمل حاجه اسمها هقول ان دبليو اكسترنال 2 1 هتساوي دبليو انترنال 1 2. معنى شفنا ان دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، فانا هشيل دبليو اكسترنال 1 2 واحط مكانها دبليو انترنال 1 2. دبليو اكسترنال 2 1 اللي هو بي 2 في الدلتا بي 1، يبقى بي 2 في دلتا بي 1 هتساوي تكامل ام 1 دي ثيتا. طب احنا استفدنا ايه؟ ايه الفارق بين ده وبين القانون اللي فات؟ اول حاجه ان البي 2 دي قوه انا بحطها في المكان اللي انا عايزه، فاحنا في الغالب هنحطها عند النقطه اللي عايزين نحسب عندها الديفليكشن للكاميرا الاصليه. يبقى احنا بنحط بي 2 عند النقطه اللي عايزين نحسب لها الديفليكشن، وغالبا بنحطها بواحد كيلو نيوتن، عشان لما اجي اجيب الدبليو اكسترنال هنا هقول واحد في دلتا بي 1 تقوم تديني دلتا بي 1 على طول. طب تبقى لنا مشكله ثانيه، دلتا بي 1 مجهوله. لو جينا نشوف ام 1 في دي ثيتا 2، طب ما هو ثيتا 2 برضه مجهوله، فاحنا ممكن نجيبها نطور القانون ده بسهوله. ازاي؟ احنا في عندنا قانون اللي شفناه في الدبل انتجريشن ميثود بيقول ان دي 2 واي باي دي اكس سكوير بتساوي ام على اي اي حسب الاشاره بقى لو كان الواي اللي تحت او اللي فوق. طيب ده عباره عن ايه؟ التفاضل الثاني للواي، او ممكن نقول ان هو عباره عن التفاضل الاول للثيتا. التفاضل الاول للثيتا، يبقى دي ثيتا 2 باي دي اكس المفروض تساوي ام 2 على اي اي، فهنقدر نشيل من هنا دي ثيتا 2 ونحط مكانها ام 2 على اي اي في الدي اكس نطلعها لفوق.
يبقى هنشيل الدي ثيتا 2 من هنا، وهنلاقي ان دبليو انترنال 1 2 هيساوي تكامل ام 1 ام 2 على اي اي في الدي اكس. وهو ده القانون في الغالب اللي احنا بنشتغل بيه دايما، ان انا بعمل ايه؟ بوقف حمل مقدار 1 كيلو نيوتن عند النقطه اللي عايز احسب لها الديفليكشن، واقول ان دبليو اكسترنال بتساوي بي 2 اللي هي 1 كيلو نيوتن في الدلتا بي 1 اللي هو الديفليكشن اللي تحتيها. المفروض الكلام اللي يساوي دبليو انترنال اللي هو بيساوي تكامل ام 1 ام 2، ام نتيجه الحمل الاول في المومنت نتيجه الحمل الثاني، بكملهم مع بعض بعد قسمتهم على الاي اي. يعني ايه نكامل حاصل ضرب اثنين مومنت؟ ما خدناش قبل كده دي، تعال نشوف مع بعض. لو افترضنا ان احنا في عندنا مومنت اهو عباره عن مثلث ارتفاعه a من ناحيه الشمال وصفر من ناحيه اليمين، عايز ده ام 1، عايزين نكمل مع مثلث ثاني طولهم اللي هم الاثنين ال، بس ده ارتفاعه عند اليمين الشمال صفر واليمين بي ده اللي هو ام 2، عايزين نكمل ام 1 مع ام 2. هنعمل ايه؟ هنفترض ان الاوريجن بتاعنا هي الكورنر الشمال اللي عندنا، هنحط ادي محور اكس، هنستنتج معادله للمومنت هنا ومعادله للمومنت هنا، هنلاقي معادله المومنت هنا ايه؟ في 1 ناقص اكس على ال. تعالوا مع بعض نحط الاكس بصفر، لو حطينا الاكس بصفر دي تديني صفر، تديني ايه؟ مظبوط. تعال نحط الاكس بال، ال على ال بواحد، واحد ناقص واحد بصفر تديني صفر. المومنت ده معادلته بي اكس على ال، لو حطينا الاكس بصفر تديني صفر. حطينا الاكس بال تديني بي ال على ال اللي هي بي. تعال نكمل ام 1 ام 2 دي اكس على اي اي، نشوف تكامل ام 1 ام 2 دي هتتكامل ازاي. عادي، هنحط ادي معادله ام 1 ايه في 1 ناقص اكس على ال في ام 2 اللي هي بي اكس على ال، هنكمل الكلام ده بالنسبه للاكس من صفر الى ال. طبعا بسهوله جدا هنطلع الاي بره والبي بره، يتبقى لي 1 ناقص اكس على ال في اكس على ال دي اكس، ممكن كمان نطلع ال تربيع بره عامل مشترك، يتبقى لي هنا ال، ما هي دي كانها ال على ال، دي كانها ال على ال، لو ال على ال هاخد ال بره على المشترك، يبقى لي ال ناقص اكس في اكس دي اكس. هندخل الاكس دي جوه تقوم تديني ال اكس ناقص اكس سكوير دي اكس، هكامل في التكامل زي ما احنا عارفين، هنزود الاس واحد ونقسم على الاس الجديد، فال ال اكس تبقى ال اكس تربيع على 2 والاكس تربيع تبقى اكس تكعيب على 3، وهنعوض بالابر ليميت ناقص اللور ليميت، هنعوض بالال ناقص التعويضه بالصفر، لما نعوض بالال تديني ال تكعيب على 2 ناقص ال تكعيب على 3، لما نعوض بالصفر مكان الاكس تديني صفر صفر، يبقى الكلام ده هيساوي اي بي على ال تربيع في ال تكعيب على 2 ناقص ال تكعيب على 3، طبعا ال تكعيب على 2 ناقص ال تكعيب على 3 تساوي ال تكعيب على 6، ال تربيع مع التكعيب يتبقى ال على 6، يبقى الكلام ده يساوي اي بي ال على 6. طيب عشان نعمل هذا التكامل للمسائل الكبيره هيبقى صعب جدا، احنا بس كنا بنشوف امكانيه ازاي ان احنا نجيب تكامل ام 1 مع ام 2. في قاعده مهمه بتقول لو حبيت اكامل ام 1 مع ام 2، ام 1 كان له شكل معين، ام 2 كان له شكل معين، هنيجي على ام 1 ونجيب مساحته وليكن اسمها ايه ام 1 المساحه بتاعته، ونجيب مكان السنترويد بتاعه، وند ونشوف الكوردينيت الاحداثي بتاع ام 2 المناظر للسنترويد هنا ونسميه ام 2. لو ضربنا اي ام 1 في ام 2 ده يديني حاصل التكامل، وده منطقي. ليه؟ لان انا عندي ادي المساحه دي كانها مركزه في السنترويد بتاعها، فلما اضربها في الاحداثي اللي تحتيها الام 2 كاني ضربت كل مومنت في الاحداثي اللي تحتيه وجمعتهم مع بعض. بس شرط تطبيق هذا القانون ان لازم ان انا بضرب في الاحداث بتاعه يكون لينير، خطي غير منكسر. يعني ما ينفعش ده يكون بارابولا، لا ينفعش. ما ينفعش يكون خطي منكسر، يعني خط كده وخط كده. لا مش ينفع. لازم يكون لينير، يعني زي ما وضع قدامنا كده خطي غير ايه؟ منكسر. لو جينا طبقنا هذا الكلام الاخير اللي احنا بنقوله، لو عندنا اتنين مستطيلين مع بعض عايزين نكملهم ام 1 وام 2، ده مستطيل ارتفاعه ايه وده مستطيل ارتفاعه بي، هنجيب مساحه المستطيل اللي فوق مساحه المستطيل اف ال، والسنترويد بتاعه في النص، الاحداث المقابل له هنا بي، هنضرب اي ال في بي يديني اي بي ال. اما لو كنت عايز اكامل مستطيل مع مثلث، فلو جبنا مساحه المستطيل هيطلع برضو اي ال ومركزه في النص،
طب الاحداث المقابل له هنا في المثلث هيبقى بي على 2، فهنضرب المساحة اي ال في الاحداث المقابل للسنترويد اللي هو بي على 2 يساوي اي بي ال على 2. لو عندنا مثلثين متشابهين، يعني المثلثين القاعدة بتاعتهم في نفس المكان، فهنلاقي ان مساحة المثلث اللي فوق ده اي ال على 2، والسنترويد بتاعه في التلت والتلتين، التلت من ناحية الرأس والتلتين من ناحية القاعدة. فلو نزلنا تحت السنترويد وحبينا نجيب الاحداث اللي هنا ده، هنلاقيه تلتين البي. ما هي المسافة دي تلتين المسافة الكلية، يبقى لازم الرأس ده تلتين ده، يبقى هيساوي ايه بي ال على 2 في 2 على 3، هيساوي ايه ال على 2 في 2، هي دي كده 2 تدي تلتين بي. لو ضربنا تلتين بي في ايه ال على 2، الاثنين في المقام على 2 في البسط، تديني ايه بي ال على 3. لو عندي المثلثين متخالفين، يعني القاعده هنا عند الراس وراس عند القاعده، فهنجيب مساحه الشكل الاول هيطلع ايه ال على 2 والسنترويد في التلت والتلتين، هنيجي ننزل نجيب الكوردينيت المقابل للسنترويد هنلاقيه تلت البي مش تلتين، تلت، لان هنا التلت من ناحيه القاعده والقاعده هنا الناحيه دي والقاعده الناحيه هنا الناحيه الثانيه، فهنلاقي ان هي بي على 3، نضرب بي على 3 في اي ال على 2 هتساوي اي بي ال على 6. ببساطه ووضوح لو جينا نكامل شكلين مع بعض للمومنت، لو مستطيلين اي بي ال على 1، لو مستطيل ومثلث اي بي ال على 2، لو مثلثين متشابهين اي بي ال على 3، لو مثلثين متخالفين اي بي ال على 6. في قاعدة تانية مهمة برضو بنستخدمها، لو عندي اتنين ترابيزويد، الاتنين شبه منحرف وعايزين نكملهم مع بعض، ده هنا شبه منحرف ارتفاعاته A B، وده شبه منحرف ارتفاعاته C و D. في قانون بسيط يقول ان التكامل يساوي L على 3، طول القاعدة بتاعت شبه المنحرف على 3، الاحداثيات اللي تحت بعض بنضربها في بعض A C زائد B D، AC زائد BD زائد نص المقص. يعني ايه نص المقص؟ نص اضرب ده في ده وده في ده زائد ده في ده، يبقى زائد نص A في B A في D زائد B في C. ده قانون بتاع شبه المنحرف. تعالوا مع بعض ناخد مسائل امثله ونشوف ازاي هنطبق عليها هذا المفهوم. بيقول لي قم بحساب الترخيم وزاوية الانحناء عند النقاط A B C D للكاميرا المبينة بالشكل، علما بأن المقدار E I بيساوي 10,000 كيلو نيوتن على المتر المسطح. Calculate the deflection and slope angles at points A B C and D for the shown beam where E I equal 10,000 كيلو نيوتن بير متر سكوير. عندنا كاميرا زي اللي قدامنا دي معرضة لاثنين كونسنتريتد لود، واحد على الكانتريفر ب 6 كيلو نيوتن والتاني في النص ب 12 كيلو نيوتن. لو جينا نشوف مع بعض، ادي الكاميرا بتاعتنا بالاحمال اللي عليها، نرسم لها البندنج مومنت وهنرسمها بطريقة السوبر بوزيشن، طريقة التجميع. يعني ايه؟ هفترض ان 6 كيلو نيوتن دي واقفة لوحدها، فهتجيب لي مومنت على الكانتريفر مقداره 6 في 2 ب 12 وتنزل الى الصفر، يبقى ده المومنت نتيجة ال 6 كيلو نيوتن بس، ويكون نيجاتيف. بالسالب ال 12 كيلو نيوتن بتاثر في نص الكاميرا، تقوم تديني بي ال على 4 مثلث متساوي الساقين عشان واقف في النص، بي ال على 4 12 في 6 على 4 تساوي 18، الفوق المومنت الفوق سالب وتحت موجب. اللي احنا سميناه ده هنعتبره ده ام نوت اللي هيضل ثابت معانا في جميع المراحل بتاعت المساله، اللي هو المومنت نتيجه الاحمال الاصليه. نيجي بقى هنا عايزين نحسب الديفليكشن عند الدي، هنعمل ايه؟ هناخد الكاميرا بتاعتنا زي ما هي وهنوقف 1 كيلو نيوتن عند الدي. طب ليه وقفت 1 كيلو نيوتن عند الدي؟ عشان لما اجي احسب الدبليو اكسترنال هضرب الواحد في الدلتا المقابله ليها للكاميرا الاصليه اللي هي دلتا دي اللي انا عايز احسبها. هنطبق القانون بتاعنا دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال. طبعا عشان نرسم المومنت نتيجه ال 1 كيلو نيوتن سهله جدا، على الكانتيليفر 1 في 2 ب 2 لفوق وتنزل الى صفر. دبليو اكسترنال بتساوي دائما 1، دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال ال 1 كيلو نيوتن
في الدلتا دي المقابله ليها. طب الانترنال تكامل ام نوت ام 1 على اي اي دي اكس. تعالى مع بعض نشوف ازاي هنكامل الام نوت ام 1، واحد على اي اي عباره عن المشترك ونكامل ام نوت مع ام 1. لو بصينا مع بعض هنلاقي ان في عندي ادي مثلث اللي هو ده بالسالب ومثلث ثاني بالسالب والاثنين متشابهين. متشابهين يعني ايه؟ يعني الراس هنا موجود عند الراس هنا. فممكن نستخدم القانون اللي احنا استخدمناه قبل كده اي بي ال على الثلاثه. فهنقول ان التكامل ده يساوي 12 في 2 في البعد 8 كله على 3. يجي واحد يقول ده انت الكلام ده كنت مستنتجه للمثلث القائم الزاويه. ما هو نفس الكلام، يعني ممكن هنا اقول ايه؟ المثلث القائم الزاويه ده هعمله مع المثلث القائم الزاويه ده. يوم يديني 12 في 2 في 6 على 3. 12 في 2 في 6 على 3. واجي على المثلثين التانيين دول وكملهم مع بعض برضو مثلثين قائمين متشابهين A B L على الثلاثة، يبقى 12 في 2 في 2 على الثلاثة، يبقى زائد 12 في 2 في 2 على الثلاثة. لو خدنا عامل المشترك 12 في 2 على الثلاثة اللي هو المقدار ده والمقدار ده، خدنا عامل المشترك هيبقى لي 6 زائد 2 هي ب 8، وده اللي حصل اهو 12 في 2 على 3 في 8. يبقى القانون بتاع مثلثين متشابهين مش لازم يكون المثلثين قائمين الزاويه، مش لازم يكون المثلثين قائمين الزاويه، اهم حاجه يكون الراس عند الراس والقاعده عند القاعده. طيب تعالوا نشوف بقى، انا كده كملت وكده طبعا نظرا لان ده بالسالب وده بالسالب فحاصل تكاملهم طلع بالموجب. يبقى لنا في عندنا مثلث هنا بالموجب لتحت، لما يجي يتكامل هيتكامل مع مين؟ مع المثلث اللي زيه اللي هو موجود في نفس الجزء بتاعه. ماليش دعوه يعني الجزء ده مش هيتكامل مع ده، هيتكامل مع نظيره. هل هنا في حاجه لتحت؟ مفيش حاجه تحت، يبقى ده يتكامل مع صفر. تعال نشوف مع بعض ازاي هنكامل المثلث المتساوي الساقين ده اللي ارتفاعه 18 مع المثلث ده. طبعا واضح قدامنا ان ده زي ما خدنا ده مش لا مثلثين متشابهين ولا متخالفين ولا ترابيزويدي. يبقى حالنا احنا نستخدم القاعده الاصليه، نجيب مساحه واحد فيهم ونضرب في الثاني. هل ينفع نجيب مساحه المثلث ده اللي تحت ونجيب السي جي بتاعه في التلت والتلتين ونضرب في الحدث المقابل؟ ما ينفعش، لان اللي فوق ده خطي منكسر اهو منكسر، واحنا قلنا الشرط ان لازم اللي بنضرب في الاحداث بتاعه يكون خطي غير منكسر. مش قدامنا غير ان احنا نحسب مساحه المثلث المتساوي الساقين، واحنا عارفين ان السي جي بتاعته في النص، مساحته بتساوي نص قاعده في الارتفاع نص في 18 في 6. السي جي في النص، لو جينا هنا في النص وحبينا نجيب الكوردينيت المقابل اللي هنا هيطلع بواحد. نلاحظ ان الشكل ده بالموجب والشكل ده بالسالب، يبقى حاصل تكامله بيساوي سالب مساحه الراجل اللي فوق ده 18 في 6 على 2 في الاحداثي المقابل للسي جي اللي هو في النص اللي هو بواحد. هنبدا نصفي الحسابات بتاعتنا، يطلع الجزء ده ب 64 وده ب 54. 64 ناقص 54 تساوي 10، يبقى الدلتا دي عند النقطه دي تساوي 10 على الاي اي. ولو عوضنا بالاي ب 10000 زي ما هو قال في المساله يطلع لنا الدلتا دي ب 1 مليمتر او 1 من 1000 من المتر. طيب عايز يحسب الديفليكشن عند السي، هنعمل ايه؟ هنيجي عند النقطه سي اللي هي في منتصف الباكيه اي بي وهنحط 1 كيلو نيوتن وهنرسم المومنت نتيجته بي ال على 4، 1 في 6 على 4 ب 1.5 ومومنت موجب، وهنسميه ام 2 مش ام 1 بقى، يعني مش معقول كل المطاليب هسميها ام 1، لا هنقول ام 2 وام 3 وام 4 وهكذا. يبقى عندنا المومنت ده مقداره ام 2 اسمه ام 2 وده ام نوت. هنطبق القانون بتاعنا دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هتساوي 1 كيلو نيوتن في الدلتا سي المقابله للكاميرا الاصليه. الدبليو انترنال هيساوي تكامل ام نوت مع ام 2 على الاي اي دي اكس. طبعا هنا دي هتساوي الدلتا سي. تعال نشوف التكامل ده، هناخد على الاي اي اي بره عن المشترك. نيجي نشوف عند مثلث موجب ارتفاعه 18 ومثلث موجب ارتفاعه 1.5 يشبهوا تماما، يبقى يدي A B L على كام؟ على 3 وبالموجب عشان موجب وموجب.
نيجي نبص الكنتيليفر هنا عليه مثلث 12 وهنا زيرو، يدي زيرو. هنا عندنا مثلث سالب 12 وعندنا مثلث تاني منكسر، هنعمل ايه؟ اول حاجة هنحط اشارة سالبة لان المكف سالب بسالب، هنجيب مساحة الراجل تحت المنكسر ده ونضرب في الاحداثي المقابل له، وده اللي حصل. اول حاجة قلت 18 في 1.5 في 6 على 3، مثلثين متشابهين وبالموجب سالب مساحة المثلث اللي تحت ده 1.5 في 6 على 2، ضربت في الاحداث المقابل للسي جي بتاعه، السي جي بتاعه فين؟ في النص. المقابل له هنا قد ايه؟ 6، نص ال 12، فضربت في 6. وما ننساش ان هي بالاشاره بالسالب عشان ده موجب وده سالب. هنحسب حساباتنا، يبقى 54 ناقص 27 هتساوي 27 على اي اي. لو قسمنا عوضنا عن الاي اي ب 10000 هتديني ان دلتا سي مقدارها 2.7 ملي متر. عايزين نحسب السلوب عند الايه؟ زاويه الانحناء عند الايه؟ هل بقى هنحط 1 كيلو نيوتن؟ لا، انا عايز ارسم السيتا، يبقى احط حاجه من نفس الجنس بتاعها اللي هي ايه؟ اللي هي مومنت. يبقى هحط هنا مومنت مقداره 1 كيلو نيوتن متر. هنرسم المومنت نتيجه 1 كيلو نيوتن متر، وده سهل جدا. مومنت هنا بواحد، مومنت هنا بصفر، موصل، يبقى ده شكل المومنت اللي هنسميه ام 3. هنطبق القانون العام، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي ايه؟ هل الكاميرا دي بيأثر عليها اي حمل غير الواحد كيلو نيوتن؟ لا، هو الواحد كيلو نيوتن بس. فهنضرب الواحد كيلو نيوتن في الثيتا المقابله اللي هي ثيتا ايه، المفروض الكلام ده يساوي دبليو انترنال اللي هو تكامل ام نوت ام 3 على اي اي دي اكس. يبقى ثيتا ايه هتساوي 1 على اي اي برا المشترك. هنكامل الاشكال دي مع بعضها. اول حاجه هنبص هنلاقي ان في عندنا مثلثين متخالفين اللي هو بالسالب، الاثنين بالسالب، فهيديني 12 في 1 في 6 على 6، ايه بيقل على 6. وبعدين المثلث وبالموجب عشان سالب مع سالب، المثلث ده منكسر مع مثلث تاني، هنجيب مساحه المثلث اللي فوق والسي جي بتاعته في النص عشان متساوي الساقين، ونضرب في الاحداث المقابل له تحت اللي هو هيكون في النص اللي هو نص. يبقى الكلام ده هيساوي 12 في 1 في 6 على 6، مثلثين متخالفين بالموجب ايه؟ عشان سالب مع سالب، 12 في 1 في 6 على 6 ناقص مساحه المثلث اللي فوق اللي هي نص قاعده في الارتفاع، نص في 18 في 6، تضرب في الاحداث المقابل اللي هو 0.5. هنصفي الحسابات هتساوي سالب 15 على اي اي. يعني ايه طلعت الثيتا بالسالب؟ معناه عكس الاتجاه اللي انت فرضه، او ان الشغل بتاعها بالسالب. يعني ايه شغل بالسالب؟ شغل بالسالب ما هي لو المومنت بيأثر كده عكس عقارب الساعه. لو الثيتا ايه كانت طلعت عكس عقارب الساعه هي ايضا يعني في اتجاهه، كان الشغل ده كان شغل موجب. لكن نظرا لان الشغل ده طلع بالسالب معناه ان الثيتا ايه بتأثر في عكس اتجاه المومنت اللي انت فرضه. ما انت كان لك ممكن في الاول تفرض الواحد كيلو نيوتن متر يا كده يا كده حسب ما انت عايز، بس ترسم المومنت للحاله اللي انت راسم لها. فلان الثيتا ايه طلع بالسالب، يبقى ده معناه ان هو في عكس اتجاه المومنت اللي انت بتاثر بيه. عايزين نحسب السلوب عند البي، زاويه الانحناء عند البي. هنيجي عند البي ونأثر بمعزم مقداره 1 كيلو، ما دام زاويه انحناء سلوب يبقى لازم نأثر بواحد كيلو نيوتن متر. اما لو كان عايز ديفليكشن الترخيم بحط قوه مقدارها 1 كيلو نيوتن عشان نجيب لكل واحده الشغل بتاعها من جنس القوه او العزم اللي بنأثر بيه. لو جينا نرسم هنحط عند النقطه بي 1 كيلو نيوتن متر، هنرسم له المومنت يطلع سالب 1 وصفر، وطبعا الكنتليفر بصفر لان مفيش اي قوه بتاثر عليه، ده هنسميه ام 4. وهنيجي نقول نطبق القانون العام بتاعنا، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي 1 كيلو نيوتن متر في الثيتا المقابله اللي هي ثيتا بي، اما الدبليو انترنال هتساوي تكامل ام نوت ام 4 على اي اي في دي اكس.
يبقى الثيتا بي هتساوي، هناخد واحد على اي بره على المشترك، يبقى انا جوه تكامل ام نوت ام 4، ادي ام نوت وادي ام 4، سهل جدا. ادي مثال، ادي عندنا مثلثين متشابهين 12 في 1 في 6 على 3، اي بي ال على 3، واشارتهم بالموجب عشان سالب مع سالب، اي بي ال على 3. طب عندنا مثلث اللي تحت ده مع المثلث ده هيديني اشاره سالبه عشان سالب مع موجب. هجيب مساحه اللي فوق نص قاعده في الارتفاع، نص في 6 في 18، والسي جي في النص يعني يقابل هنا احداث مقداره 0.5، 18 في 6 2 في 0.5. لو جينا نشوف الثيتا بي هنصفي الحسابات دي ب 24 ونصفي الحسابات دي ب 27، يبقى حاصل التكامل بتاعنا بيساوي ناقص 3 على اي اي برضه بالسالب، معناه ان النقطه دي هتلف مش عك مش مع عقارب الساعه، هتلف عكس عقارب الساعه. عايز يحسب سلوب اد دي، السيتا عند الدي مش عند البي، عادي خالص. هنروح جايين عند النقطه دي ونأثر بمومنت عزم مقداره 1 كيلو نيوتن متر، وابدا ارسم المومنت نتيجته. لما نيجي نرسم المومنت نتيجته ناخد بالنا ان هنا في كانتيليفر، هنلاقي ان المومنت عليه ثابت مقداره 1، والمومنت ينزل لي من 1 الى 0 بالشكل الواضح قدامنا ده، وطبعا ده عزم بالسالب لان دي سهمه موجود فوق. عايزين نطبق القانون دبليو اكسترنال بتساوي ده ام 5، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بكام؟ 1 كيلو نيوتن متر اللي عند الدي في الثيتا المقابله ليها اللي هي الثيتا دي، هيساوي تكامل دبليو انترنال اللي هو تكامل ام نوت ام 5 على الاي اي في الدي اكس. لما اجي اكمل ام نوت مع ام 5 مركز شويه، هنلاقي واحد عليه عباره عن مشترك مثلثين متشابهين زي ما قلنا، 1 في 12 في 6 على 3، 12 في 6 على 3، مثلث متساوي ساقين مع مثلث ثاني، يبقى ده هيديني مساحة المثلث ده اللي هي هتساوي نص القاعدة في الارتفاع، نص في 18 في 6، هتضرب في والسي جي بتاعها في النص عشان مثلث متساوي الساقين في الأحداث اللي تحتيها اللي هو 0.5، وبالموجب وبالسالب علشان وبالسالب علشان ده موجب وده سالب. طيب في عندنا جزء تاني برضو سالب مع سالب، اللي هو مثلث مع مستطيل، هيديني اي بي ال على 2، 12 في 1 في 2 على 2. هنبدأ نصفي الحسابات بتاعتنا تطلع لنا 9 على اي اي، معناها ان الثيتا لفت في نفس الاتجاه اللي اثرنا فيه بالمومنت اللي هو اتجاه الواحد كيلو نيوتن متر. طيب يبقى احنا كده حسبنا الدلتات والثيتات اللي مطلوبة. لو عايزين نحسب سلوب ات سي، النقطة سي دي نقطة في النص، هنروح مأثرين بواحد كيلو نيوتن متر عندها سواء مع او عكس عقارب الساعه مش فارق، اهم حاجه لما نطلع الناتج في الاخر طلع موجب يبقى مع المومنت اللي انا فرضه، طلع سالب يبقى عكس المومنت اللي انا فرضه. لما نيجي نرسم المومنت نتيجه الواحد كيلو نيوتن دي، طبعا دي سهله جدا، كونسنتريتد لود في النص هيجيب لي هنا رياكشن لاعلى، هيجيب لي هنا عند النقطه بي رياكشن لاعلى مقداره سدس، وهيجيب لي هنا رياكشن لاسفل مقداره سدس. عرفت انا الكلام ده؟ لان لازم ما دام الابلايد مومنت عباره عن مومنت، يبقى لازم القوتين اللي هيجوا في الرياكشن يعملوا لي ازدواج عكس الاولاني. الاولاني بيدفع مع عقارب الساعه، لازم دول يعملوا لي ازدواج عكس عقارب الساعه، عزمهم اللي هي القوه في الذراع بتساوي الواحد. اذا كانت الذراع بسته يبقى القوه لازم تكون بسدس، عشان نقول سدس في سته تساوي 1 كيلو نيوتن متر. لو جينا نرسم المومنت هنلاقي المومنت هنا عباره عن مثلث لتحت من الناحيه دي، 6 في 3 في 18، وهنلاقي ان القوه دي بتعمل لي هنا عزم بالسالب مقداره برضه 18، مش 18 بقى، سدس في 3 اللي هي بتبقى بنص. وطبعا لازم مجموع العزمين دول يساوي قيمه الكونسنتريتد مومنت اللي هو بواحد. ادي شكل العزم بتاعنا، نص فوق ونص تحت، ده عباره عن ام كام؟ ام 6. هنطبق القانون دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال هتساوي تكامل اكسترنال 1 في 6 سي،
هيساوي تكامل ام نوت ام 6 على اي اي في الدي اكس. هناخد واحد عليه عباره عن المشترك، يبقى انا ام نوت مع ام 6، ام نوت مع ام 6. تعال نشوف اول حاجه الكانتيليفر ده هيروح. طب تعال نشوف بقى الجزء الثاني ده. انا عندي ادي مثلث منكسر وادي خط منكسر برضه، مش هينفع اكملهم الاثنين مع بعض. فهنقسم الشكل شكلين من هنا، من عند الراس بتاعت هذا المثلث، ونكمل المثلث ده مع ده وده مع ده. لو جينا نبص ان ده مثلث موجب مع مثلث سالب يديني سالب a b l على الثلاثه عشان متشابهين. ولما اجي اكمل ده مع ده برضو هيديني مثلثين متشابهين 0.5 في 18 في ال هي 3 على الثلاثه. يبقى واضح ان التكامل ده مع ده هيدي نفس القيمة ده مع ده، بس الفارق ان ده هنا كله كان بالموجب وده كان سالب وموجب، فلما جيت كملت المثلث ده مع المثلث ده اداني قيمة سالبة، ولما كملت المثلث ده مع المثلث ده اداني قيمة زيها بالظبط موجبة، نجمعهم مع بعض يساوي صفر. أو واحد يكتبه من غير ما ياخد باله يقول لك وهما يطيروا بعض، ناقص 18 A في 0.5 B في ال هي الثلاثة على الثلاثة، ونفس الكلام الناحية التانية. طيب زي ما قلنا دول هيتغيروا بعض ما لهمش علاقة عندنا. تعالوا بقى نشوف ازاي هنكامل هذا الشكل اللي هو سالب موجب مع المثلث اللي فوق. هنيجي على طول نروح جايين هنا كده، حاطين شايفين المقدار ده بكام؟ يطلع بستة. المقدار ده بكام؟ يطلع بستة لأنه في النص. فهنكمل المثلث ده مع المثلث ده، مثلث سالب مع مثلث سالب يديني موجب A 6 B في نص في L ب 3 على التالت. طيب يبقى لنا المثلث الموجب مع المثلث السالب يديني سالب L على ده ترابيزويدال بقى. واحد يقول بس ده ترابيزويدال مع مثلث، هفترض ان هو ترابيزويدال مع ترابيزويدال، بس القيمة اللي هنا بكام؟ بصفر، مش اي مشكله خالص. يبقى نيجي نضرب 6 في نص زائد 12 في صفر زائد نص صفر، نص اللي هي دي اللي بره، 6 في 0 زائد 12 في نص. يبقى انا كده اجريت التكامل. نقدر بسهوله جدا نعمل هذه الحسابات البسيطه، يطلع لي طبعا المقدارين الاولانيين دول بيلاشوا بعض، مقدارين الاولين دول بيلاشوا بعض، يبقى انا 3 ناقص 6 تساوي ناقص 3 على اي اي. يبقى الثيتا هنا هتكون في عكس الاتجاه اللي احنا فرضينه، فرضين المومنت مع عقارب الساعه، يبقى هيطلع عكس عقارب الساعه. مثال رقم 2، احسب التراخيم وزاويه الانحناء للنقطه A في الكابول المبين بالشكل، علما بان المقدار اي اي بتساوي 10000 كيلو نيوتن على المتر سكوير. كالكوليت ديفليكشن اند سلوب ات بوينت اي ان ذا شون كانتيليفر وير اي ار ايكوال 10000 كيلو نيوتن على بير متر سكوير. عندنا هذه المساله نرسم لها المومنت بالسوبر بوزيشن برضه، ادي ال 12 في 3 ب 36 وال 12 البعيده في 6 ب 72. يبقى العزم بتاعنا عباره عن مثلثين، واحد صغير عشان الحمل اللي واقف في نص الباكيه، وحمل كبير عشان الحمل اللي واقف في نهايه الباكيه. يبقى ده عباره عن ام نوت. لو جينا نحسب الديفليكشن عند النقطه ايه، ادي الكنتيليفر بتاعنا، هنيجي عند النقطه ايه وعايزين نحسب الديفليكشن عنده، قلنا هنحط 1 كيلو نيوتن عند النقطه A. لو جينا نرسم البين المومنت طبعا هنا سهل جدا، هيبقى عباره عن مثلث ارتفاعه 6، هنا 0 وهنا 6، وده نسميه ام 1. عايزين نشوف ازاي هنحسب الديفليكشن، هنطبق المعادله بتاعتنا دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال اللي هي 1 كيلو نيوتن في الدلتا A هتساوي دبليو انترنال اللي هي تكامل ام نوت ام 1 على اي اي دي اكس. لا تعرفش، يبقى دلتا ايه هتساوي 1 على اي اي بره على المشترك، نكامل ام نوت ام 1. لما نيجي نكمل الشكل ده مع الشكل ده هنلاقي ان ده عباره عن شكلين، مثلثين، مثلث كبير ومثلث صغير. المثلث الكبير مع المثلث
بتاع ام 1 دول مثلثين متشابهين يدوني اي بي ال على 3، يبقى 72 في 6 في 6 على 3، 72 في 6 في 6 على 3. لكن لما يجي هنا هنلاقي ان ده ما ينفعش ان احنا نكمل المثلثين دول مع بعض، ولا ينفع نجيب مساحه واحده ونضربها في الكوردينيت المقابل، وان كان ممكن طبعا المثلث ده نجيب المساحه بتاعته ونجيبها نضربها في الكوردينيت المقابل. هنا ممكن نعمل حاجه تانية، ان احنا هنقول ان نيجي هنا هنيجي ناخد خط هنا كده، فهنلاقي ان دي في النص 3، وهنبدأ نجري التكامل بتاعنا على اعتبار ان دول 2 ترابيزويدال. فهنقول ال على 3 يعني 3 على 3، 0 في 3 زائد 36 في 6 زائد نص المقص اللي هو 36 في 3 زائد 6 في 0، وده اللي حصل ال على 3. طبعا مش هنذكر الصفر، يعني 3 في 0 مش هنذكرها، يبقى 36 في 6 زائد نص المقص اللي هو 6، 3 في 36 و6 في 0 برضه مش هنذكرها. زي ما بقول كده ممكن نعمل الكلام ده بطريقه اخرى، احنا لو جينا صفينا الكلام ده هيطلع دي 864 زائد 270. كان ممكن نجري الجزء الثاني ده بطريقه ثانيه، ان احنا هنجيب المساحه دي اللي هي نص القاعده في الارتفاع، 36 في 6 على 2 يعني 18 في 3 ب 54، وهنقول ان دي في التلت والتلتين يعني على بعد متر من الناحيه دي ومترين من الناحيه دي، يعني على بعد 5 متر، على بعد 5 متر من هنا، فهنلاقي المسافه دي ب 5. فهنضرب المساحه دي اللي هي كانت ب 54 في الكوردينيت المقابل اللي هو 5 يساوي 270 نفس الرقم. هنجمع الاثنين دول مع بعض هيديني 1134 على اي اي، والاي اي عندنا زي ما قلنا كانت ب 10000، هنقسمها تدينا 11 سنتي و34 من 100 من السنتي. طبعا واضح ان هي زي ما قلنا ديفليكشن كبير، لان انا عندي هنا كانتليفر 6 متر وعليه احمال تقيله فبيجيب ديفليكشن كبير. طيب عايزين نحسب السلوب عند الايه، زاويه الانحناء عند النقطه ايه. هنيجي على الكانتيفر عند النقطه ايه، ما دام عايزين سلوب او زاويه انحناء يبقى نحط ناثر بواحد طن متر، 1 كيلو نيوتن متر. لو اثرنا بواحد كيلو نيوتن متر ونشوفنا شكل المومنت بتاعنا، هنلاقي عباره عن مستطيل ارتفاعه بواحد وده يعتبر ام 2. هنطبع معادله الفيرتشوال ورك تقول لي ان ام، هنطبق المعادله بتاعتنا اللي هي دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال هتساوي 1 كيلو نيوتن متر في ثيتا اي، ودبليو انترنال تكامل ام نوت ام 2 على اي اي. طبعا هنا بسهوله جدا ان هنا الام 2 عباره عن كونستانت، فهنقدر ان احنا نجيب مساحه كل شكل، والسنترويد بتاعه مش لازم نحسبه لان المقابل له دايما هيكون بواحد. يبقى ثيتا ايه هتساوي 1 على اي اي، مساحه المثلث ده نص قاعده في الارتفاع 72 في 6 على 2 في 1، ومساحه المثلث ده هتبقى برضو 36 في 3 على 2 في 1. بسهوله جدا هنقدر نجيب الثيتا ايه، هتطلع ب 270 على اي اي يعني 27 من 1000 راديان. مثال رقم 3، احسب الترخيم عند النقطه بي وفي منتصف الباكية بي سي وزاوية الانحناء عند النقطة سي وزاوية الانحناء النسبية عند النقطة بي. Calculate the deflection at point B and in the mid span of bay BC and slope at point C and relative slope at B. مطلوب نحسب الديفليكشن عند النقطة بي وفي نص الباكية بي سي في النص بالظبط، والثيتا عند البي عند السي والريلاتيف ثيتا عند البي. لو جينا نشوف طبعا هنا في عندي انترميديت رينج، يبقى لازم هنفصل عشان نرسم البن المومنت بسهوله ويسر. فطبعا الباكيه بي سي محتاجه سبورت، محتاجه ركيزه تطلع لفوق تاخد ركيزه برياكشن وتقلب باكشن على الجزء اي بي زي ما هو واضح قدامنا كده. لما اطلع البي سي فوق هقدر اجيب الرياكشن، طبعا 18 دي بتاثر في التلت والتلتين تجيب لي الرياكشن بالنسبه العكسيه، فتجيب لي هنا 6 وهنا 12. الست دي هتتقلب على الجزء الثاني ب 6 اللي هو الاكشن بتاع الرياكشن 6. طب تعال نرسم البني مومنت. البني مومنت للمثلث اللي فوق ده سهل جدا لان ده سمبل بيم كونسنتريت لود مش في النص، هيجيب لي مومنت مقداره بي اي بي على ال بي
A B على L، 18 في 3 في 6 على 9 هتديني مثلث 36. عندي هنا كانتليفر عليه 2 حمل، واحد 6 وواحد 8، هنرسم بالسوبر بوزيشن. الستة هيجيب لي مثلث ارتفاعه 18، والثمانية اللي هي على بعد متر ونص هتجيب لي مثلث ارتفاعه ب 12. يبقى الفاينل بيننج مومنت لهذه المسألة هيبقى عبارة عن مثلث 36 مش في النص، وهنا 18، وهنا مثلث صغير ارتفاعه 12. تعالوا مع بعض نشوف، عايزين نبدأ نحسب الديفليكشن عند النقطة بي. عشان احسب الديفليكشن عند النقطة بي هعمل ايه؟ هوقف 1 كيلو نيوتن عند النقطة بي. عايزين نرسم البيننج مومنت. طبعا من غير ما افصل، هو باين جدا ان انا لما اجي افصل هطلع البي سي فوق، هيكون معلهوش اي حمل، فهنلاقي الواحد كيلو نيوتن ده بيأثر على الجزء اي بي بس اللي هو الكانتليفر، فيجيب لي مثلث ارتفاعه 3. يبقى دلوقتي ده كده عباره عن ام 1، ده ام نوت وده ام 1. ام نوت نتيجه الاحمال الاصليه، ام 1 نتيجه الحمل اللي انا عايز احسب بيه الديفليكشن. القانون العام بتاعنا دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هتساوي 1 كيلو نيوتن في الدلتا بي المقابله، دبليو انترنال هيساوي تكامل ام نوت ام 1 على اي اي دي اكس. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنجري هذا التكامل. اول حاجه هنلاقي ان الدلتا بي هتساوي 1 على اي اي بره عامل مشترك، وخدنا بره 2. ايه بقى الاثنين دي؟ نلاحظ ان الجزء بي سي هنا في الام 1 مفيش عليه مومنت، فالمثلث ده هيتكامل مع صفر، فخلاص مش هيكون له اي اثر. بس احنا نيجي نكمل ده مع ده، نلاحظ ان الجزء ده من الكاميرا عباره عن 2 اي، فلما اجي اقول هنا 1 على اي اي هقسم 1 على اي اي للجزء ده اللي هو ب 2، يبقى 1 على 2 اي اي. لو نيجي نكمل سهله جدا، عندنا مثلثين متشابهين، ده سالب وده سالب يديني موجب A B L على 3، 18 في 3 على 3، 18 في 3 على 3، زائد نيجي برضه مثلث سالب مع مثلث سالب بطريقتين اللي شفناها قبل كده. اما ان احنا نيجي ننزل هنا كده ونقول ان اللي في النص ده عباره عن 1.5، ونكمل الاثنين كانهم ترابيزويدال، نقول 1.5 على 3، 0 في 1.5 ملهاش لازمه، 3 في 12 زائد نص المقص اللي هو 12 في 1.5، 1.5 على 3، 12 في 3 زائد نص 1.5 في 12. نبدا نضرب نصف الحسابات بتاعتنا، تطلع دي 54 والمقدار ده 22.5، ونفتكر ان بره في 2، كان ده هيساوي 76.5 على 2 اي اي، هنقسم على 2 يبقى يديني 38.75% على اي اي، ده اللي هو دلتا بي. طيب عايزين نحسب الديفليكشن عند النقطة دي اللي هي في منتصف الباكية بي سي، فاللي هيحصل ان احنا نوقف 1 كيلو نيوتن عند النقطة دي، يبقى لازم نفصل. هنيجي نفصل ناخد الجزء بي سي لفوق وتحتيه الجزء اي بي، وطبعا عشان دي 1 كيلو نيوتن في النص تجيب لي رياكشن نص نص، الرياكشن عند النقطه بي هيتعكس باكشن مقداره نص. طبعا 1 كيلو نيوتن ده هيجيب لي مومنت بي ال على 4، 1 في 9 على 4 ب 2 وربع، والنص ده هيجيب لي مومنت فوق مقداره 1.5، فهنلاقي ان المومنت بتاعنا اهو ادي ال 2 وربع بتاعت ال 1 كيلو نيوتن، وادي المثلث الثاني اللي هو ارتفاعه 1.5. ده كده اللي احنا رسمناه، المومنت اللي هو نتيجه الواحد كيلو نيوتن اللي عند الدي، يبقى ده اللي احنا نعتبره ام 2. يبقى احنا عشان نحسب الديفليكشن عند النقطه دي وقفنا 1 كيلو نيوتن عند النقطه دي ورسمنا البني مومنت لو اللي هو ام 2. هنطبق معادله الفيرتشوال ورك اللي بتقول لي ان دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي 1 كيلو نيوتن في الدلتا المقابله اللي هي عند الدي، بتساوي دبليو انترنال اللي هو تكامل ام نوت ام 2 على اي اي دي اكس. يبقى الدلتا دي هتساوي 1 على اي اي. طب ليه ما خدش 1 على 2 اي اي؟ لان في عندي جزء اي وجزء 2 اي، لما اجي اكمل الجزء ده مع الجزء ده هقسم على اي واحده، لما اجي اكمل الجزء ده مع الجزء ده هقسم على 2 اي اي. انا خدت بره اي اي عامل مشترك، يبقى هنا في الجزء ده هقسم على 2 على اعتبار ان في اي اي طلعت بره. تعال نشوف ازاي هنكمل. طبعا تكامل الجزء ده مع الجزء ده سهل جدا،
ايه بي ال على 3 ب 18 في 1 ونص في 3 على 3، وما ننساش نقسم على 2 اللي هي بتاعت ال 2 اي. طب نيجي هنا ده مع ده برضو نفس القصه اللي لسه قايلها من شويه، ان احنا هنيجي هنا نروح واخدين هنا خط نجيب القيمه اللي في النص اللي هي 0.75 75 من 100، وابدا كمان اثنين ترابيزويدال مع بعض ال على 3 يعني 1 ونص على 3، وما ننساش نقسم على 2 عشان 2 اي. ال 12 في 1 ونص زائد نص المقص اللي هو 0.75 في 12 كده. مش خلصنا، احنا خلصنا بس الجزء ده وراعينا ان احنا بنقسم على 2 هنا وهنا عشان 2 اي. طب نيجي بقى نشوف الجزء المثلث ده مع المثلث ده. لما نيجي نكمل بقى المثلث ده مع المثلث ده هنلاقي ان احنا مش هينفع نكملهم كده، فهنيجي ناخد خط هنا عند الكسره اللي عند ال 36 والكسره اللي عند ال 2 وربع. طبعا الكسره دي غير عند الكسره دي، الكسره دي عند الحمل اللي كان واقف اللي هو عند 3 متر، والكسره دي في النص عند ال 4 ونص. هناخد نشوف المقدار المقابل هنا والمقدار المقابل هنا. طبعا دي سهله جدا. ازاي؟ انا عندي دي ب 6 متر، الحته دي المسافه دي كلها 6 متر، ودي في النص 4 ونص، ال 4 ونص من ال 6 متر عباره عن 3 ارباع، يبقى دي المقدار ده 3 ارباع المقدار ده اللي هو 27. نفس الكلام انا عندي هنا دي كده 4 ونص ودي 3، يبقى المسافه دي تلتين المسافه دي، فلو خدنا تلتين ده هيطلع لي بواحد ونص. طبعا دلوقتي بقت العمليه سهله لان عندي ده وده مثلثين متشابهين، وده وده مثلثين متشابهين، وهنا عندنا اثنين ترابيزويدال هنكملهم مع بعض. مثلثين متشابهين يبقى ال على 3 يبقى 27 في 2 وربع في 4 ونص على 3، 22 في 2 وربع في 4 ونص على 3، زائد المثلثين التانيين دول برضو اي بي ال على 3 36 في 1 ونص في 3 على 3، زائد زائد الترابيزويدال اللي هو مسافته متر ونص اللي هو متر ونص، يبقى 1 ونص على 3 الا على 3 اللي تحت بعض يضربوا في بعض، 27 في 2 وربع و36 في 1 ونص، 27 في 2 وربع زائد 36 في 1 ونص زائد نص المقص اللي هو 27 في 1 ونص زائد 36 في 2 وربع. هنبدا نحاول نصفي الحسابات بتاعتنا الكتيره دي ونجمعها تديني 252 على اي اي. طيب عايزين نحسب سلوب ات سي، عايزين نحسب الثيتا عند السي. ما دام عايزين نحسب الثيتا عند السي بنعمل ايه؟ نحط واحد مومنت مقدار 1 كيلو نيوتن متر عند السي، هنحط فرض ان هو في الاتجاه ده، مفيش اي مشكله خالص. لو طلع بالسالب يبقى عكس الاتجاه اللي انا فرضه، بالموجب بمعنى الاتجاه اللي انا فرضه. لما نحط هنا 1 كيلو نيوتن متر، 1 كيلو نيوتن متر، طبعا المفروض ان احنا نرسم، بس خلاص احنا هنرسم بقى بسرعه لان ده لما يطلع لفوق هيبقى فيه هنا 1 كيلو نيوتن متر، هيروح مديني مومنت كده مقداره هنا 1 وينزل لي كده صفر. طيب لو جينا بصينا على الجزء الثاني اللي هو اي بي ده، هنلاقي طبعا ان المفروض فيه رياكشن ويتقلب باكشن، فهنلاقي ده على امتداده، هنلاقي ده على امتداده، او تجيب الرياكشن اللي هو يطلع بتوسع تسع ونعكسه بتسع ونضرب في ثلاثة تدينا تلت الناحية دي، وده اللي حصل. ادي واحد وادي صفر وادي تلت، ده كده اللي هو ام ثلاثة. هنطبق قانون الفيرتشوال وورك الشهير دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بيساوي الواحد كيلو نيوتن متر في الثيتا هيساوي دبليو انترنال اللي هو تكامل ام نوت ام ثلاثة على الاي اي. هناخد واحد على الاي اي بره وحطيت هنا اشاره سالب بره، ليه؟ لان عندي الجزء الموجب بيقابل الجزء السالب والسالب بيقابل موجب، فاخدت الاشاره بره بالسالب وكده هحط اللي جوه كله بالموجب. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنكامل هذه الاجزاء. طبعا المثلث اللي هو التلت ده مع المثلث 18 مثلثين متشابهين اي بي ال على 3، يبقى 18 في تلت في 3 على 3، 18 في تلت في 3 على 3، وما ننساش نقسم على 2 عشان ده 2 اي. لما نيجي في المثلث 12 ده عايزين نكمله مع اللي تحتيه، فهنيجي ناخد هنا خط في نهايته اللي هو في منتصف البكه هيبقى مقداره سدس،
اللي هو نص التلت. طيب هنقول بقى ترابيزويدال ال على التلاتة، واحد ونص على التلاتة، وما ننساش نقسم على اتنين عشان اتنين اي. هنقول 12 في تلت، والتاني في صفر مش هيلزمنا، زائد نص المقص اللي هو 12 في سدس. طيب لما نيجي نكامل المثلث ده مع المثلث ده، مش هينفع ان احنا نكمل مره واحده، ولا حتى ان احنا نجيب مساحه الشكل ده، لانه مش متساوي الساقين، فالسي جي بتاعه مش معروف. فهنقسم هنا ونجيب القيمه المقابله له تحت، هتطلع بتلتين تلتين. فهنيجي نقول ان دول مثلثين متشابهين، اي بي ال على الثلاثه، يبقى 36 في تلتين في 6 على الثلاثه. 36 في تلتين في 6 على الثلاثه، ومفيش على اتنين لان ده اي واحدة. طب لما نيجي هنا وهنا هنلاقي دول عبارة عن اتنين ترابيزويدال، اتنين ترابيزويدال عشان نريح دماغنا، بقى بنقعد نقول مثلث والتلت والتلتين. يبقى هيدينا ال على التلاتة، يبقى تلاتة على التلاتة في 36 في اتنين على تلاتة، زائد نص المقص اللي هو 36 في واحد، وطبعا الصفر ده مش هنضربه في حاجة. يبقى يدينا ال على التلاتة، تلاتة على التلاتة، 36 في تلتين، زائد نص المقص اللي هو 36 في واحد. هنجري الضربيات بتاعتنا ونصفيها، تطلع 94 وربع. يبقى دي مقدار في تسييم، ما دام طلعت بالسالب تطلع بالسالب، لان في عندي بره هنا سالب، ما دام طلعت بالسالب يبقى عكس الاتجاه اللي انا فرضه، وده منطقي طبعا، لان انا لما اثرنا في المساله الاصليه بحمل كده، اكيد الديفورمت شيب هنا هيعمل كده، فيبقى الثيتا هتكون عكس عقارب الساعة، يعني عكس الاتجاه اللي انا فرضه. عايزين نحسب الريلاتيف سلوب ات بي، زاوية الانحناء النسبية عند اف بي. ما دام عايزين نحسب الريلاتيف سلوب، ما هو الريلاتيف سلوب بيساوي ايه؟ الثيتا ليفت ناقص ثيتا رايت. فاحنا اللي يحصل ان احنا نحط هنا 1 كيلو نيوتن كده، و1 كيلو نيوتن متر عكسه، يبقى حطينا عزمين، العزم ده هيديني الزاويه في الاتجاه ده، والعزم ده يديني الزاويه في الاتجاه ده. فالفير الفيرج الدبليو اكسترنال لما نيجي نطبقها هنلاقيها 1 في ثيتا ناقص 1 في ثيتا، فتدينا الثيتا ريلاتيف مره واحده. يبقى احنا لما نعوز نحسب الثيتا ريلاتيف عند انترميديت هنج، هنأثر باثنين عزم عكس بعض مقدارهم 1 كيلو نيوتن متر. تعالوا نشوف ازاي هنرسم المومنت. هنبدا نفصل، نطلع ده فوق وننزل ده تحت، وهنحط الواحد كيلو نيوتن كل واحد مع الجزء بتاعه. واحد كيلو نيوتن اللي على اليمين ده هيطلع فوق، واللي على الشمال هينزل لتحت. لو بصينا على واحد كيلو نيوتن ده هنلاقيه هيجيب لي مثلث ارتفاعه هنا واحد وينزل لي بصفر، والواحد كيلو نيوتن ده هيجيب لي مستطيل ارتفاعه بواحد. بس ما ننساش ان الجزء ده شايل الجزء ده، وان الواحد كيلو نيوتن متر ده يجيب لي هنا رياكشن بتسع الفوق وهنا تسع الاسفل، التسع الفوق هيتقلب بتسع الاسفل، يجيب لي مومنت مثلث مقداره تسع في ثلاثة بتلت. يبقى انا كده عندي هنا ده عباره عن مثلث، وده عباره عن مستطيل زائد مثلث. يبقى ده المثلث اللي هو بتاع الجزء بي سي، وهنا في المستطيل بتاع المومنت 1 كيلو نيوتن متر، وهنا في عندي المثلث بتاع التلت. طيب دلوقتي كده عايزين نشوف ازاي هنبدا. يبقى ده اللي حسبناه ده هو عباره عن ام 4، اللي هبدا اطبق اللي هي الناتجه عن 1 كيلو نيوتن متر كده وكده. المعادله بتقول دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هتساوي ايه؟ هتساوي الواحد كيلو نيوتن متر في الثيتا ريلاتيف. واحد كيلو نيوتن متر في الثيتا ريلاتيف، او تقول واحد كيلو نيوتن متر في الثيتا ليفت ناقص واحد كيلو نيوتن في الثيتا رايت، يقوم تديك ثيتا ليفت ناقص ثيتا رايت تساوي ثيتا ريلاتيف. يبقى واحد في ثيتا بي ريلاتيف هتساوي تكامل ام نوت ام 4 على اي اي دي اكس. لو جينا نشوف مع بعض ازاي هنجري هذا التكامل، هناخد واحد على اي اي بره عامل مشترك. نيجي نبص هنا هنلاقي العملية بقت معقدة جدا. ازاي بقت معقدة؟ ان انا عندي شكلين هيتكاملوا مع شكلين. تعال نصفي الحاجات البسيطة الاول. 18 مع المثلث ده مثلثين متشابهين A B L على التلاتة. المثلث ده مع المستطيل سهلة جدا، A B L على الاتنين، يبقى 18 في واحد في تلاتة على الاتنين، وده اللي حصل. قلنا 18 في تلت في 3 على 2، ما ننساش نقسم على 2 عشان 2 اي، زائد 18
في واحد في ثلاثة على الاثنين، وما ننساش برضه نقسم على اثنين عشان اثنين اي. يبقى انا كده كمان المثلث 18 ده مع المثلثين دول، عايزين ناخد المثلث ال 12 ده مع المستطيل والمثلث، مع المثلث والمستطيل. مع المستطيل سهله جدا، لان اقول 12 في واحد ونص على الاثنين تجيب لي مساحه الشكل اللي فوق ويتضرب في الاحداث اللي تحتيه اللي هو دايما مقداره واحد. دايما مقداره واحد، يبقى انا عندي 12 في واحد ونص على الاثنين تديني مساحه الشكل اللي فوق، ونقسم على 2 عشان 2 اي، وهضرب في الاحداث الموازي له او المناظر له اللي هو عند الواحد دايما. طب تعال نشوف بقى المثلث ده مع المثلث ده، هنلاقي ان احنا لازم نتبع الاسلوب اللي عملناه قبل كده. هنزل هنا واقول ان هنا في سدس واكملهم الاثنين على اثنين، هما اثنين ترابيزويدال، ده في ده اللي على الثلاثه الاول، ده في ده زائد نص المقص. يبقى الكلام ده هيساوي واحد ونص على التلاتة في اتنين اللي هي عشان اتنين اي، اتناشر في واحد، اتناشر في تلت زائد نص المقص اللي هو اتناشر في سدس. طيب تعال نتنقل بقى للجزء التاني، طبعا عشان ينفع نكمل برضو المثلث المنكسر ده مع المثلث ده، لان هتطلع عينينا في كيفية حساب المكان السنترويد. فالحل ان احنا نعمل ايه؟ هننزل تحت 36 ونجيب قيمة المقدار اللي هو المقابل اللي هو طلع تلت، وابدأ اكمل المثلث ده مع المثلث ده والمثلث ده مع الترابيزويدال دي. فلو بصينا مثلث مع مثلث يديني ايه؟ بيقل على 3، 36 في تلت في 3 على 3 وبالسالب عشان سالب مع موجب، ومفيش اتنين عشان ده اي واحدة. طيب يبقى لنا ده مع ده اتنين ترابيزويدال مع بعض، يبقى ال على التلاتة اللي هي ستة على التلاتة وبالسالب برضه عشان سالب مع موجب، ال على التلاتة 36 اللي تحت بعض يضربوا في بعض في الاتنين ترابيزويدال، 36 في تلت وده في صفر ملناش دعوة بيه، زائد نص المقص اللي هو 36 في واحد. يبقى احنا كده اجرينا التكاملات بتاعتنا، هنصفي الحسابات ونحسب يطلع لنا في تبي راتب مقدارها ناقص 49.75 من 100 اي اي. رقم 4، احسب الترخيم عند النقطة بي وفي منتصف الباكية بي سي وزاوية الانحناء النسبية عند النقطة بي. ده هنا فيكسد فيكسد وفي اثنين انترميديت هنج. Calculate the deflection at point B and in the midspan of bay BC and relative slope at B. أول حاجة ناخد الكاميرا دي نرسم لها المومنت اللي هو M نوت. طبعا دي كاميرا فيها اتنين انترميديت هنج في فاكية واحدة، يبقى يطلعوا من الجنبين، هنطلعهم فوق من الجنبين نظرا لأن دي سمبل بيم وخد اتنين سبورت، ده سمبل بيم. فالرياكشن هنا هيجي لي 12 في 6 ب 72 هيجيب لي رياكشن 36 36 ويتقلب باكشن على الاثنين كانتليفر 36 و36. تعال نرسم البند مومنت. ده كده سمبل بيم هيجيب لي مومنت عباره عن بارابولا ارتفاعها ده بيقول لي سكوير على 8، 12 في 6 سكوير على 8 تساوي 54. نيجي هنا عشان نرسم المومنت للكنتليفر ده، هنحسب المومنت هنا بصفر، المومنت هنا هيساوي 36 في 3 زائد المومنت بتاع اليونيفورم لود. اليونيفورم لود ده لو جينا نركزه هيجي لي 12 في 3 ب 36 برضو، بس هيتضرب في 1.5. يبقى انا عشان احسب المومنت هنا عند الفيكس سبورت هيساوي 36 في 3 زائد 36 في 1.5 هيساوي 162، وعلق البارابولا بتاعت اليونيفورم لود ده اللي هي دبليو ال سكوير على 8. نفس الكلام الناحيه الثانيه زيها بالظبط. كده يكون البن مومنت بتاع المساله بتاعتنا عباره عن بارابولا او ثلاثه بارابولا، بارابولا كبيره في النص واثنين بارابولا على الجنبين ومثلثين بالسالب ارتفاعهم 162. تعال نشوف مع بعض بقى ايه المطلوب. مطلوب بيحسب الديفليكشن عند النقطة بي. فهنيجي عشان نحسب الديفليكشن عند النقطة بي هنحط 1 كيلو نيوتن عند النقطة بي. طبعا لما نيجي نرسم المومنت هنا مش محتاجة بقى نفصل، ليه؟ لان لما هاجي افصل البي سي هيطلع فوق والواحد كيلو نيوتن هينزل على الكنتليفر اللي تحت، فعلى طول هيروح مديني مثلث ارتفاعه 3 اللي هو 1 في 3 وده عبارة عن ام 1.
هنطبق معادله الفيرتشوال ورك الاصليه بتاعتنا، تقول ان دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال عباره عن الواحد كيلو نيوتن في الدلتا بي، الدبليو انترنال هتساوي تكامل ام نوت ام 1. طبعا التكامل هنا بسيط جدا، ليه؟ لان عندي الباقي ده كله قيم المومنت، الباقي ده كله بصفار، فالقيم دي لما تتكامل مع صفر هتدي صفر. فنيجي نلاحظ بسهوله جدا، هنكامل مثلث مع مثلث، هيدي ناخد واحد عليه اي بره عامل مشترك، مثلث مع مثلث، سالب مع سالب، يبقى موجب اي بي ال على 3، 162 في 3 في ال ال اللي هي ب 3 على 3. ناقص هنجيب مساحة البارابولا دي اللي هي دبليو ال تكعيب على 12، 12 في 3 تكعيب على 12، دي اللي هي مساحة الايه؟ البارابولا. مساحة البارابولا متركزة في النص، هنضرب في الكوردينيت المقابل ليها اللي هو 1.5، وحطيناها بالسالب عشان ده موجب وده سالب. نصفي الحسابات بتاعتنا، يطلع المقدار ده ب 486 وده ب 40.5، يبقى الديفليكشن عند النقطة بي هيطلع 445.5 على اي اي. طيب عايزين نحسب الديفليكشن عند النقطة اي اللي هي في منتصف الباكية بي سي. هنيجي نوقف 1 كيلو نيوتن في منتصف الباكية بي سي ونرسم المومنت. طبعا عشان نرسم المومنت ممكن لازم نفصل، بس ممكن من غير الفصل على طول، احنا فهمنا الموضوع. لما نيجي نفصل هيبقى الباكية بي سي عبارة عن سيمبل بيم، هتديني المومنت بي ال على 4، 1 في 6 على 4 تقوم تديني 1.5، وهتجيب لي رياكشن السيمبل بيم نص نص، تتعكس باكشن على الكنتيفر هنا نص نص، نص كيلو نيوتن. فلما اجي احسب المومنت على الكنتيليفر نص في 1 في 3 ب 1.5، يبقى ده شكل المومنت بتاعي اللي هو ام 2. تعال نشوف مع بعض هنطبق معادله الفيرتشوال وورك. يبقى دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال بتساوي الواحد كيلو نيوتن في الدلتا اي، والدبليو انترنال هيساوي تكامل ام نوت ام 2 على اي اي، ام نوت نكامله مع ام 2 على اي اي. تعال نشوف مع بعض، يبقى 1 على اي اي وهناخد بره 2. ليه خدنا 2؟ لان واضح ان الشكل اللي فوق ده متماثل والمومنت ده كمان متماثل، فهنكامل النص ونضرب في 2، فعشان كده خدت بره 2. طبعا يجي واحد يقول طب ما كنا كملنا البارابولا مع اللي تحتيه، ما كانش ينفع لان اللي تحت ده خط منكسر، خط منكسر ما ينفعش كامل البارابولا مره واحده في الكوردينيت اللي تحتيها لان ده خط منكسر، اللي كنت لازم اقسمها 2. فانا كده كده هقسمها، يبقى انا هكامل نص الشكل بس اللي هو اللي على الشمال ده وهنضرب في 2. طيب نيجي نكمل، هنلاقي هنا مثلثين متشابهين اي بي ال على 3، 162 في 1.5 في 3 على 3، وبالموجب عشان سالب وسالب. البارابولا دي هنجيب مساحتها 12 في 3 تربيع تكعيب على 12 تتضرب في الكوردينيت المقابل للمركز بتاعها اللي هو في النص، اللي هو نص الواحد ونص اللي هي بوينت 7.5، وبالسالب عشان ده موجب وده سالب. طيب هنيجي برضو نكامل البارابولا، البارابولا مساحتها، مساحة البارابولا الكلية عبارة عن 12 في 6 تكعيب على 12، بس انا بكامل نص البارابولا فقسمت على 2 عشان اجيب نص البارابولا. السي جي بتاع البارابولا معروف ان هو على بعد 3 اتنان و5 اتنان من المسافة كلها. طب اذا كان المسافة دي 5 اتنان، يبقى الكوردينيت المقابل له هنا عبارة عن 5 اتنان الواحد ونص، وده اللي حصل ان انا ضربت في 5 على 8 في 1.5، وبالموجب عشان ده موجب وده موجب. هنصفي الحسابات بتاعتنا، هيطلع لنا دلتا اي بيساوي 648 على اي اي. عايزين نحسب الريلاتيف سلوب اد بي، زاويه الانحناء النسبيه عند النقطه بي. هنعمل ايه؟ هنأثر بواحد كيلو نيوتن مومنت كده وواحد كيلو نيوتن مومنت كده علشان احسب الزاويه دي زائد الزاويه دي. يبقى الدبليو اكسترنال، طبعا عشان نرسم المومنت هنا هيبقى صعب شويه ان احنا نجيبه على طول، فتعالى نفصله شويه. هنيجي نفصله هنا، هنقول ان في عندي 1 كيلو نيوتن بيأثر على يمين الانترميديت هنج، هيطلع مع الجزء العلوي، وفي عندي 1 كيلو نيوتن على شمال الانترميديت هنج، هينزل مع الجزء السفلي. تعالى نرسم المومنت هنا فوق، المومنت هنا سهل جدا، المومنت هنا بصفر، المومنت هنا بواحد لفوق، ونوصل نجيب مثلث.
بس ناخد بالنا ان المومنت ده هيجيب لي اتنين رياكشن، هيجيب لي سودس كده وسودس كده، عشان القوتين دول يعملوا ازدواج عكسي يتزن مع الواحد كيلو نيوتن. يبقى في واحد كيلو نيوتن كده وفي واحد كيلو نيوتن متر عكسه بيتزن معاه. طيب تعال نرسم المومنت، المومنت على السمبل بيم اللي فوق، طبعا هيتعكس السودس والسودس هيتعكسهم. هنرسم المومنت على السمبل بيم اللي فوق يديني مثلث ارتفاعه بواحد. هنيجي نرسم هنا المومنت على الكنتيليفر ده ليه حاجتين، واحد كيلو نيوتن هيجيب لي مستطيل، والسودس ده هيجيب لي مثلث ارتفاعه نص. نفس الكلام الناحيه الثانيه، السودس ده هيجيب لي مومنت الاسفل مقداره نص. يبقى احنا هنا ممكن نقول ان البند مومنت في حاله تاثيرنا بواحد كيلو نيوتن شمال ويمين هيجيب لي مومنت مقداره المثلثات والمستطيلات اللي قدامنا دي. طبعا لما نيجي نكامل الاشكال دي مع بعض هتبقى العمليه صعبه جدا، لان طبعا مثلثات مع بارابولا وبارابولا مع مثلث ومثلث مع مستطيل، خصوصا الحته دي هتبقى العمليه صعبه. انا ممكن اعمل حاجه تانية. ايه هي؟ طبعا هي عشان اكمل ده مع ده لازم اكمل ده مع ده وده مع ده، وارجع اكمل ده مع ده وده مع ده، يعني اربع اشكال مع بعض. طيب كان ممكن نعمل حاجه تانية اظرف. ايه هي؟ ان انا عشان الشكل ده متماثل هاثر هنا بواحد كيلو نيوتن واحد كيلو نيوتن عند البي، واثر بواحد كيلو نيوتن واحد كيلو نيوتن عند السي. طب ايه الفايده المرجوه من اللي احنا عملناه ده؟ تعال نشوف. لما نيجي نرسم المومنت هتجي لي هنا 1 كيلو نيوتن 1 كيلو نيوتن، وهنا 1 كيلو نيوتن 1 كيلو نيوتن. ال 1 كيلو نيوتن وال 1 كيلو نيوتن دول يجيبوا لي مستطيل ومفيش رياكشن راسي لان الاثنين بيوزنوا بعض، وال 1 كيلو نيوتن ده متر يجيب لي برضه مستطيل وده يجيب لي مستطيل. يبقى في النهايه خالص هنلاقي ان البن المومنت في الحاله دي عباره عن مستطيل كبير مقدار واحد. طب انا ليه عملت الكلام ده؟ نظرا لان الشكل ده متماثل فالنقطه الريلاتيف سلوب عند البي لازم يساوي الريلاتيف سلوب عند السي. فلما اجي احسب دلوقتي المعادله بتاعتنا دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال هتساوي واحد في الثيتا بي ريلاتيف زائد واحد في الثيتا سي ريلاتيف اللي هي بتساوي الثيتا بي ريلاتيف. يبقى الكلام ده هيساوي 2 في 1 في ثيتا بي ريلاتيف. تاني الحته دي انا عندي هنا الواحد كيلو نيوتن متر ده والواحد كيلو نيوتن متر ده لما اثر بيهم هيجيبوا لي الثيتا واحد في ثيتا ريلاتيف بتاعت النقطه بي، وهنا برضو واحد في ثيتا ريلاتيف بتاع النقطه سي. بس نظرا لان الثيتا ريلاتيف عند السي زي البي فنلاقي ان احنا ممكن نقول ان هما زي بعض، يبقى 2 في 1 في ثيتا بي ريلاتيف هتساوي تكامل النوت ام 3 على اي اي. طبعا الكلام سهل جدا. ليه؟ لان احنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان التكامل هنا يعني ما فيش فيه مشكله. هاجي اقول 1 2 على اي اي هكامل برضو النص، هنلاقي مثلث مع مستطيل اي بي ال على 2 18 في 3 اللي هو ال في 1 على 2، وبالموجب مساحه البارابولا دي هنضربها في الكوردينيت بتاعتها اللي هو بواحد، يبقى سالب عشان موجب بقى سالب، سالب 12 في 3 كيب على 12 في 1. طب نيجي هنا ناخد بالنا ان احنا واخدين بره 2 عامل مشترك على اساس ان احنا هنكمل نص البارابولا، مفيش اي مشكله خالص. هاجي اخد مساحه نص البارابولا اللي هي مساحه البارابولا على 2 12 في 6 كيب على 12 دي مساحه البارابولا كلها على 2 عشان اجيب نص البارابولا في الكوردينيت اللي تحتيه اللي هو 1 دايما، واخليه بالسالب عشان ده موجب مع سالب. ببساطة جدا هنطير الاثنين مع الاثنين، هنصفي الحسابات اللي جوه هيطلع لنا سيتا ريلاتيف بتساوي ناقص 108 على اي اي. وده يوافق المثال اللي كنا حليناه في محاضرة الكونجيجيت بيم لما كنا بنقول ان سيتا ريلاتيف بتساوي الالاستيك رياكشن في السبورت اللي اتغير عن الانترميديت هنج، فنلاقيه برضه سالب 108 على اي اي. طيب تعالوا نشوف مثال رقم 5. بيقول لي احسب الترخيم عند النقاط C و E وفي منتصف الباكية AB وزاوية الانحناء عند النقاط ABDE وزاوية الانحناء النسبية عند النقطة C اللي هي Intermediate Hinge. Calculate the deflection at points C and E and in the mid span of the bay AB and the slope at points A and B and C and D and E and relative slope at C. هنيجي أول حاجة ناخد المسألة بتاعتنا ونرسم لها البنين مومنت دياجرام.
طبعا من مومنت انا سان ده هيطلع لفوق بياخد سبورت برياكشن وتقلب باكشن، فهنلاقي ان ده طبعا نظر المسافه دي 3 ودي 3. لو خدت العزوم عند النقطه دي هلاقي ان الرياكشن عند السي هيبقى 12 لاسفل بنفس القيمه، ويتقلب باكشن 12 لفوق. طبعا بسهوله جدا نقدر نرسم بيني المورن. المومنت هنا هيبقى عباره عن مثلث طالع لفوق كده وينزل لصفر مقداره 12 في 3 ب 36، وهنا هيبقى 12 في 3 ب 36 وينزل الى الصفر ايضا. يبقى ادي شكل البيندنج مومنت بتاعنا اللي هو ام نوت نتيجه الاحمال بتاعتنا، هنجمعهم مع بعض يبقى ده عباره عن ام نوت. هناخد نبدا ناخد ام نوت ونشوف احنا عايزين نحسب ايه، ونحط حمل من نفس جنس الحاجه اللي احنا عايزين نحسبها، ونحسب نكامل ونطبق معادله الفيرتشوال ورك. هنيجي نشوف عايزين نحسب الديفليكشن عند النقطه سي. ما دام عايز احسب الديفليكشن عند النقطه سي هحط 1 كيلو نيوتن عند السي. طبعا 1 كيلو نيوتن عند السي احنا زي ما شفنا قبل كده الجزء سي دي اي بيترفع لفوق، فال1 كيلو نيوتن ينزل مع الجزء اللي تحت، فنلاقي 1 في 3 1 في 3 ب 3 وينزل لصفر. يبقى ده المومنت بتاع ام 1. انا لما يكون عندي جزئين والحمل واقف على الانترميديت هنج بننزله مع الجزء السفلي بدل ما ننزله مع العلوي ويروح للسبورت ويتقلب تاني تحت، طب ما انزله من الاول على الجزء السفلي واريح نفسي. طيب يبقى ده عباره عن ام 1. تعالوا نكمل مع بعض ام نوت مع ام 1 ونطبق معادله الفيرشوال وورك. دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، يبقى عندنا دبليو اكسترنال هيساوي 1 كيلو نيوتن في دلتا سي هيساوي تكامل ام نوت ام 1 على اي اي دي اكس. لما نيجي نكمل الشكلين دول مع بعض هيديني سالب، عشان موجب مع سالب وادي واحد عليه اي سالب اي بي ال على 3. المثلثين متشابهين، وقلنا قبل كده مش لازم المثلثين المتشابهين يكونوا قائمين واثبتناها. يبقى هضرب 36 في 3 في 9 اللي هي ال الكليه دي على 3. 36 في 3 في 9 على 3 بالسالب، يبقى كده هنجيب دلتا سي هتطلع ب 324 على اي اي. طب عايزين نحسب الديفليكشن عند، وطبعا ده منطقي منطقي ان الدلتا سي طلعت لي هنا بالسالب. بالسالب ليه؟ لان المساله الاصليه كان فيه حمل واقف هنا، فالحمل ده هيخلي الكاميرا تعمل كده، فيبقى الديفليكشن عند سي هيكون لفوق، وده يوافق الاشاره السيابه اللي احنا بنقول عليها. ليه؟ لان ما دام الدلتا طلعت بالسالب يبقى في عكس اتجاه الواحد كيلو نيوتن اللي احنا حاطينه لانها بتعمل شغل بالسالب. دلوقتي عايزين نحسب ديفليكشن ات اي. هنعمل ايه؟ هنحط 1 كيلو نيوتن عند الاي. لما نيجي نحط 1 كيلو نيوتن عند الاي هنرسم البيندنج مومنت، هيطلع منظره 0 3 0. طبعا ده منطقي لان انا الجزء السي دي اي هيطلع فوق، فهنا في 1 كيلو نيوتن هيجيب لي هنا رياكشن في السبورت عند السيل تحت 1 كيلو نيوتن كذلك، يبقى البيندنج مومنت يطلع لي 3 وينزل لصفر. ال 1 كيلو نيوتن اللي عند السيل اللي نازل هيتقلب ب 1 كيلو نيوتن عند السي في الجزء اللي تحت طالع، فيجيب لي بيندنج مومنت 0 3 وينزل لصفر. يبقى ده شكل بين المومنت بتاعنا اللي هو ام 2. هنطبق معادله الفيرتشوال ورك تقول لي دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي 1 كيلو نيوتن في الدلتا اي هيساوي تكامل ام نوت ام 2 على اي اي. يبقى دلتا اي هيساوي 1 على اي اي. هنكامل المثلثين دول مع بعض، مثلث سالب مع مثلث سالب يدوني اشاره موجبه، ايه؟ مثلثين متشابهين، ايه بيقل على الثلاثة، يبقى 36 في 3 في 6 على 3، 36 في 3 في 6 على 3. نيجي على المثلثين التانيين دول برضه مثلثين متشابهين، ايه بيقل على 3، 36 في 3 في 9 على 3. هنصفي الحسابات يطلع ان دلتا اي بيساوي 540 على اي اي. يبقى احنا كده حسبنا الديفليكشن عند النقطة اي. دلوقتي عايزين نحسب سلوب ات اي. سهله جدا، احنا عايزين نحسب سلوب زاويه الانحناء عند الاي. هنيجي عند النقطه اي ونحط 1 كيلو نيوتن متر مومنت اهو. هنرسم البيند مومنت نتيجته، طبعا الجزء ده شايل الجزء ده فالجزء ده هيبقى صفر، والجزء ده يديني 1 وصفر، المومنت بتاعنا يبقى هنا 1 وهنا صفر والباقي كله بصفر. يبقى نيجي نطبق معادله الفيرتشوال ورك تقول لي دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي 1 كيلو نيوتن
في الثيتا المقابله ليها، في الثيتا المقابله ليها. و دبليو انترنال هيساوي تكامل ام نوت ام 3 على اي اي. طبعا مساله سهله جدا هنا، لان هنيجي نلاقي ان هنا كله بصفار ما فيش مشكله. هنا هنلاقي ان المثلثين متخالفين، لان القاعده هنا عند الراس هنا والراس هنا عند القاعده هنا، يبقى دول مثلثين متخالفين، يبقى التكامل بتاعهم بيساوي اي بي ال على 6، وبالسالب علشان ده موجب وده سالب، يبقى 1 على اي اي سالب 36 في 1 في 6 على 3. هنصفي الحسابات تطلع بالسالب 36 على اي اي، مع ان في طلع بالسالب عكس الواحد كيلو نيوتن اللي احنا فرضينه. نفس الكلام عايزين نحسب سلوب اد بي، هنيجي عند النقطه بي ونأثر بمومنت مقدار 1 كيلو نيوتن متر، هيجيب لي مومنت هنا 1 وهنا 0 والباقي كله بصفار، لان الجزء ده شايل الجزء ده، فالجزء ده معلوش اي حمل اللي هو السي دي اي فيطلع بصفر، وكذلك الكنتليفر ده معلوش اي حمل هيطلع بصفر، ومدين 1 و0. هنيجي نطبق معادله الفيرتشوال وورك، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال عباره عن 1 في ثيتا بي، لان بأثر بواحد كيلو نيوتن متر عزم، فالعزم الخارجي يساوي واحد العزم في قيمه العزم في الثيتا المقابله، هيساوي دبليو انترنال اللي هو تكامل ام نوت ام 4 على اي اي كله بصفار ما عدا المثلث ده وما يقابله، فهيديني مثلثين متشابهين سالب الاول عشان ده سالب وده موجب، اي بي ال على 3 36 في 1 في 6 على 3. هنصفي حساباتنا تطلع بسالب 72 على اي اي. طب عايزين نحسب ثيتا عند الدي، هنيجي عند النقطه دي ونأثر بواحد كيلو نيوتن متر، فهنلاقي ان الجزء ده هيطلع فوق، هنلاقي العزم هنا عباره عن واحد وينزل هنا لصفر، ما هو الجزء السي دي اي ده طلع لفوق، فهيجيب لي كده مثلث هنا بواحد وهنا بصفر. طبعا لما طلع فوق كده هيجيب لي رياكشن، هيجيب لي رياكشن هنا لفوق وهنا لتحت مقداره تلت، يتعكس باكشن هنا مقداره تلت، يجيب لي عزم هنا مقداره واحد وينزل كده الى الصفر، يبقى ده شكل البني مومنت بتاعنا اللي هو ام 5. هنطبق معادله الفيرتشوال وورك، دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال عباره عن 1 كيلو نيوتن متر في الثيتا المقابل اللي هي ثيتا دي، هيساوي تكامل ام نوت ام 5. تكامل ام نوت ام 5 هيساوي، تعال نشوف مع بعض، هنلاقي هناخد بره واحد على اي اي عامل مشترك، لو بصينا مع بعض هنلاقي سيتا دي هتساوي واحد على اي اي في، تعالوا نشوف مع بعض، ادي عندنا مثلثين متشابهين والاثنين بالموجب تقوم تديني موجب 36 في 1 في 9 على 3 اي بي ال على 3. طبعا نيجي هنا هنروح قاطعين المثلث ده كده عشان ده يتكامل مع الصفر، وهنا مثلثين متشابهين والاثنين بالسالب برضه يديني زائد اي بي ال على 3 يبقى 36 في 1 على 3. لو جينا نشوف سيتا دي من هنا هتساوي 1 على اي اي 108 زائد 36 تساوي 144 على اي اي، ومعنى هي طلعت بالموجب ان هي هتلف في نفس الاتجاه اللي انا فرضه، ده منطقي جدا. ليه؟ لان انا لما اثر هنا بقوه كده اكيد ان الشكل هيبقى عامل كده، فالنقطه دي هتلف مع عقارب الساعة، يعني مع الواحد كيلو نيوتن اللي انا فرضه. طب عايزين نحسب سلوب ات اي، سلوب ات اي سهلة جدا، هنيجي نقول يا جماعة سلوب ات اي يبقى هنوقف واحد كيلو نيوتن متر عزم عند النقطة اي، نرسم له المومنت، طبعا المومنت هنا سهل، هنلاقيه على الكنتليفر بواحد ثابت وينزل لي هنا بصفر، الجزء السي دي اي ده متشال فوق، هيجيب لي لما نطلعه فوق كده وانا مأثر عليه بواحد كيلو نيوتن هيجيب لي مومنت هنا العكس رياكشن سوق لاسفل ورياكشن لاعلى عشان يعملوا ازدواج مقداره تلت، هيتعكس لي على الجزء الثاني باكشن لفوق مقداره تلت يجيب لي عزم كده مقداره واحد وواحد، يبقى هنا مستطيل ومثلث وهنا مثلث. هنيجي نكمل الكلام ده نطبق معادله الفيرتشوال وورك، هنقول دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال بتساوي 1 كيلو نيوتن في سيتا اي، والدبليو انترنال هيساوي تكامل ام نوت ام 6 على اي اي. واحد يبقى سيتا اي هتساوي 1 على اي اي في، عندنا مثلثين متشابهين ده وده اي بي ال على 3 36 في 1 في 9 على 3، عندنا هنا مثلثين متشابهين مثلث ده والمثلث ده
وبالموجب عشان سالب مع سالب يديني اي بي ال على 3، 36 في 1 في 3 على 3. اما هنا فعندنا مثلث مع مستطيل، يديني اي بي ال على 2 وبالموجب برضه عشان سالب وموجب، يبقى موجب 36 في 1 في 3 على 2 هيساوي 198 على اي اي. وطلع بالموجب معناه في الاتجاه اللي انا فرضه مظبوط، وطبعا ده منطقي برضه لان الواحد الحمل الاصلي في المساله لما اثر كده اكيد خلى النقطه اي تلف مع عقارب الساعه، يعني في اتجاه الواحد كيلو نيوتن متر اللي انا فرضه. عايزين نحسب رياتيف سلوب ات سي، زاويه الانحناء النسبيه عند النقطه سي. هنيجي عند النقطه سي ونأثر بواحد كيلو نيوتن دبل مومنت، واحد كيلو نيوتن متر دبل مومنت هنا وهنا، ونشوف المومنت هيبقى عامل ازاي. طبعا بسهوله جدا هنلاقي ان المومنت على الجزء ده هيساوي مثلث عامل كده، هنا واحد وهنا صفر، وطبعا ده كان تليفر بصفر. الجزء ده لما اطلعه فوق واكون مأثر عليه بواحد كيلو نيوتن متر كده، هيروح جايب لي رياكشن تلت هنا لفوق وتلت هنا لتحت. التلت اللي فوق ده رياكشن هيتقلب هنا باكشن، فهنلاقي ان العزم بتاعنا نتيجة الواحد كيلو نيوتن متر ده على الجزء العلوي هنا مثلث، الواحد كيلو نيوتن متر ده هيجيب لي مستطيل ومثلث، وما ننساش ان التلت اللي اتعكس بتاع الاكشن بتاع الرياكشن، ما هنا كان في رياكشن تولت هيتعكس لي هنا بتولت، هيجيب لي برضو مثلث كده لفوق مقداره تولت في 3 بواحد وبالسالب. يبقى ام 7 عندنا هو الشكلين اللي قدامنا دول رسمناهم عن طريق السوبر بوزيشن. اللي هنا المومنت ده جاب لي مثلث، المومنت ده جاب لي مستطيل ومثلث، الاكشن اللي هو التولت اللي اتعكس من الرياكشن تولت بتاع الكاميرا العلويه جاب لي مثلث عامل كده. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنطبق معادله الفيرشوال ورك. دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال واحد في ثيتا سي ريلاتيف، دبليو انترنال يساوي تكامل ام نوت ام 7 على اي اي هيساوي 1 على اي اي. اول هام عندنا تعالوا نشوف مع بعض. عندنا دلوقتي 36، لو بصينا كده هننزل هنا عند السبورت ده هنا كده، هنلاقي ان في عندنا مثلثين واحد منهم واحد سالب تكاملهم بالسالب، سالب 36 في 1 في 6 على 3 ده مع ده. طيب كلام كويس. وفي عندي هنا تاني مثلث اخر اللي هو ده مع مستطيل يديني اي بي ال على 2 وبالسالب عشان ده موجب ده سالب. طب نيجي بقى هنا هنلاقي عندنا مثلثين متخالفين، ممكن نكمل دول الاول. طبعا المثلث ده كله على بعضه والمثلث ده كله على بعضه، المثلثين متشابهين موجب وسالب يديني سالب اي بي ال اللي هي 9 كلها على 3. يبقى انا كده كملت الشكلين دول مع النظير ليهم ورجعت كملتهم تاني مع المثلث اللي تحت، يبقى لنا المثلثين المتخالفين دول وتديني الاشاره الموجبه اي بي ال على 6، 36 في 1 في 3 على 6 عشان دول مثلثين متخالفين، الراس عند القاعده والقاعده عند الراس. يبقى نصفي حساباتنا تطلع بسالب 216 على اي اي. ملخص اللي احنا قلناه في المحاضره دي ان احنا طريقة شغل الوهمي بتقول ان دبليو، ان انا لو عندي كاميرا على حمل وجيت اخدت الكاميرا زيها بالظبط واثرت انا بحمل في نقطة تانية خالص، فالمفروض ان دبليو اكسترنال 2 بتساوي دبليو انترنال 1 2. دبليو اكسترنال الحمل بي 2 ده لو ضربته في الديفليكشن المقابل له للكاميرا الاولى بي 2 هتضرب في دلتا بي 1 هيساوي الانترنال ورك بتاع المومنت بتاع ام 1 على ثيتا 2. وشفنا ان الثيتا 2 قدرنا ان احنا نشيلها ونحط مكانها ام 2 على اي اي في دي اكس، فبقت صوره المساله بتاعتنا بي 2 في دلتا بي 1 بتساوي تكامل ام 1 ام 2 دي اكس على اي اي. اللي بنعمله ايه؟ ان احنا بنوقف حمل مقدار 1 كيلو نيوتن
لو عايزين نحسب ديفليكشن عند نقطة بناخد الفيرتشوال بيم الكاميرا الوهمية ونوقف حمل، هي كاميرا زيها بالظبط، نوقف حمل مقدار 1 كيلو نيوتن عند النقطة اللي عايزين نحسب لها ديفليكشن، بحيث لما نيجي نحسب الدبليو اكسترنال هتضرب الواحد في الدلتا بتاعت الكاميرا الأصلية. تكامل ام مع ام شفنا مع بعض انه ممكن يتعمل رياضيا، ان انا بفرض بجيب معادلة المومنت ده ومعادلة المومنت ده واطبق القانون التكامل بتاعنا العادي الرياضي، وان كان في طريقة اظرف ان انا لو عندي بكامل شكلين مع بعض بجيب مساحة احد الشكلين واجيب مكان السي جي بتاعه واضرب في الكوردينيت المقابل له في المومنت الثاني، اللي يبقى عبارة عن مساحة المومنت الاول في الكوردينيت المقابل للسي جي من المومنت الثاني، بشرط ان يكون اللي بضرب في الكوردينيت بتاعه ده لينير، يعني خطي غير منكسر. شفنا مع بعض الاشكال لتكامل شكلين المومنت مع بعض، لو عندنا مستطيلين بيديني اي بي ال على واحد، مستطيل ومثلث اي بي ال على اثنين، مثلثين متشابهين يعني القاعده عند القاعده والراس عند الراس، اي بي ال على ثلاثه، مثلثين متخالفين يعني القاعده عند الراس والراس عند القاعده، اي بي ال على سته. شفنا في قانون بتاع لو عندي اثنين ترابيزويدال بيديني ال على ثلاثه، فالتكامل بيساوي ال على ثلاثه، اللي تحت بعض بيضربوا في بعض اي سي زائد بي دي زائد نص المقص اللي هو اي دي في بي زائد بي سي. شفنا لو عندي مساله زي كده عايز اول حاجه بنعملها بنرسم المومنت للاحمال الاصليه بتاعتنا، وده بنسميه ام نوت، بنرسمه بطريقه الفيرشوال بطريقه السوبر بوزيشن. بنيجي بعد كده نشوف لو عايز احسب ديفليكشن عند نقطه بوقف 1 كيلو متر عند النقطه دي وارسم المومنت نتيجته اللي هو بسميه ام واحد، وابدا اقول دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال اللي هي الواحد كيلو نيوتن في الدلتا للكاميرا الاصليه اللي هي دلتا ايه للكاميرا الاصليه اللي انا عايز احسبها، هتساوي تكامل ام نوت في مع ام 1 على اي اي دي اكس. بنبدا نكامل الاشكال دي مع بعض زي ما شفنا مع بعض في التكامل بتاعنا. برضو نفس القصة لو عايز احسب السيتا عند نقطة بأثر بواحد كيلو نيوتن متر عند النقطة، وبنرسم المومنت ونطبق المعادلة دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال بتساوي واحد كيلو نيوتن متر في الثيتا المقابلة ليه، ودبليو انترنال تكامل ام نوت مع ام 2. اما لو كان عندي انترميديت تنج وعايز اجيب الثيتا ريليتيف ليها فببدأ اثر بدبل واحد كيلو نيوتن متر عازمين عند الانترميديت رينج، واحد على يمينها وواحد على شمالها، بحيث يجيب لي الثيتا ريلاتيف. كده نكون انتهينا ان شاء الله من المحاضره الرابعه من محاضرات الاستراكشر ديفليكشن، وهي كانت بعنوان فيرتشوال وورك الشغل الوهمي. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.